طب امال ايه اللي كان بيحصل وقت موسى؟ لان احنا عارفين ان موسى اذن ان يعطى كتاب طلاق، يعني سمح بموضوع الطلاق. امال انت جاي النهارده تقول الكلام ده، ايه التفسير، ايه السر؟ فقال لهم جملة مهمة جدا، قال لهم في انجيل متى اصحاح 19 وعدد 8، قال لهم ان موسى من اجل قساوة قلوبكم اذن لكم ان تطلقوا نساءكم، ولكن من البدء لم يكن هكذا. خلوا بالكم معايا في الكلمة دي لانها مهمة جدا، من البدء الاصل لم يكن هكذا، دي صورة ممسوخة سببها قساوة قلوبكم، أدت إليها قساوة قلوبكم. لكن ده مش معناه إن ده اللي ربنا عايزه، مش معناه إن ده اللي ربنا خلق الإنسان عشانه. وده نموذج واحد من الصور الكتيرة اللي أصبحت مش زي الأصل وأصبحت عكس الأصل. صورة واحدة، صورة والعلاقة بين الذكر والأنثى اللي الله خلقهم في قضية الزواج مثلا، وهي قضية واحدة، ان الاصل اللي ربنا خلقه الست مع بعض والى الابد، ولا تفكير في الانفصال، ويعيشوا الحب اللي ربنا حطه فيهم، يعيشوا التضحية اللي ربنا حطتها فيهم، يعيشوا الغفران اللي ربنا حطها فيهم، الى اخر الكلام ده كله. لو عاشوا ده يقدروا يعيشوا بصورة رائعة جدا وعظيمة الاصل اللي ربنا خلقنا عليه.